جئنا هنا للقيام بوقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان. هذه الوقفة بالموازاة مع الوقفة التصعيدية والشكل النضالي اللي كنخوضوه بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة اللي هو الإضراب عن الطعام المفتوح لليوم الخامس على التوالي، ونحن لازلنا نأخذ معركة الأمعاء الفارغة. فالوضعية الصحية للإخوان ديالنا هي وضعية جد حرجة، عندنا مجموعة من الحالات اللي كانت مشات للسبيطارات ورجعت، حالات الآن في هذه اللحظة هم في المستشفيات، وكاين حالات حرجة جدا بين الموت والحياة. بالنسبة للوضعية ديالنا في علاقتنا مع الجهات المسؤولة، الملف ديالنا هو عادل ومشروع اللي هو المطالبة بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية. لحد الآن لا جديد، مازال ما تحاورت معنا حتى جهة، ما جات عندنا حتى جهة مسؤولة نهائيا باستثناء المنابر الإعلامية مثلكم اللي هما واقفين معنا ومساندنا مشكورين. احنا الخطوة التصعيدية ديالنا هي هذه بالشعار اللي رفعناه، هي الكرامة هي الاستشهاد. نطالب من هذه الوقفة أولا بجميع الجهات المسؤولة على الملف أنهم يتحلوا بروح المسؤولية وروح المواطنة ويجيو يحلوا الملف ديال هاد أبناء الشاب. والمناشدة الأخيرة نوجهها لأعلى سلطة في البلاد اللي هو جلالة الملك أنه يتدخل بمناسبة عيد العرش تكون سعيدة علينا ويحل ملف الدكاترة المعطلين. اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام، نسجل يوميا إغماءات بشتى في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة، نناشد جلالة الملك إنقاذ دكاترته المعطلون عن الطعام بالتنسيقية المعطلين بالمغرب، ونجدد له الولاء بمناسبة عيد العرش، ونقول له أنقذ دكاترتك المعطلين بالمغرب. نحن أبناء هذا الشعب المحرومين من التشغيل، دكاترة حاصلين على دكتوراه في جميع الميادين العلمية والتقنية والأدبية، نناشدك أنت عالي البلاد أنقذ دكاترة أبناء هذا الشعب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.